مساء الخير جورج. بدأت الصلاة السينمائية اللبنانية امبارح عرض الفيلم السينمائي وينن يلي بيسلط الضوء على مفقودي الحرب من عشرات السنوات دون معرفة مصيرهم لليوم، واللي بيرفع شعار المطالبة بالكشف عن مصيرهم مذكرا بقضيتهم حتى ما يكل النسيان. الفيلم من كتابة جورج خباز وبطولة ممثلين لامعين منهم لطيفة وأنطوان ملتقى، كارمن لبوس، تقلا شمعون، ليليان نمري، طلال الجردي، ندى أبو فرحات وغيرهم. قلت لي طالع الضيعة تعيد معي، ليه ما جيت؟ ليه ما جيت؟ شاطرين بس يسبوا بعضهم على التلفزيون كرمال القصص بلا طعم، والأمات اللي محروق قلبها على أولادها عمرها ما ترجع. ردي لي ابني يا عطرة. الفيلم من كتابتي، شاركني بالكتابة ديما أبو عبود ونيكولا خباز، والفيلم بيحكي عن مفقودي الحرب. للأسف عندنا 17 ألف مفقود مجهولي المصير، أهاليهم معلقين بين السماء والأرض، مش عارفين إذا أولادهم طيبين أو ميتين، بس بدهم خبر، يعني حتى مستعدين يتلقوا الخبر العاطل، بس عشرة بدهم خبر. فهذا جرح بعده عم ينزف لهلأ. كل بيت بلبنان في عنده مفقود بشكل مباشر أو غير مباشر، لذلك هذه صرخة لحتى نوقف وقفة حق مع الأهالي ونعرف وين أولادهم على القليل مصيرهم، لأن مش لازم يضل هذا الملف بس بينزلوا مرة بالشهر على الأسكوا أهالي أمات المفقودين بيعتصموا وما حدا بيرد عليهم. الفيلم بيطرح فكرة المفقودين وبيطرح سؤال وينهم، وين راحوا، هلأ وين، شو بعدين، يعني من خلال ست نساء، الأم، الزوجة، الأخت، البنت، الحبيبة السابقة، وكيف كل امرأة منهم عم تتعاطى مع الموضوع وكيف هذا الموضوع مأثر عليها ومعلق لها حياتها بطريقة ما قادرة تتخطاه وما قادرة تتصالح مع الفكرة وما قادرة ترجع لورا، ما قادرة تعمل شيء، فعايشة بهذا الصراع. هذا كتير شيء كتير مزعج، انك معلق بالهوى، ما في شيء تلمسه، ما في شيء، ما فيك، بدك تصلح، بدك تزبط شيء، بس ما في شيء بإيدك كونكري. ليك هو المعطل تعيين على اعتصام اليوم قدام المجلس. سارة بكره الاعتصامات، بيجي على بالي ما روح، بس بخاف أكون عم بعمل وش بيدي تجاه خيي، طيب ولا ميت؟ يقولوا لنا بقى حقنا. نحن صورنا بالمكان يلي بيجتمعوا هن فيه كل سنة، وحكينا مع الأهالي، وفي خاصة عائلة معروفة، شاب هو خيو معتقل وصار له تقريبا 30 سنة عم يشتغل على الموضوع وما حدا عم يرد عليه. وشكر كتير كبير لجورج خباز انه طرح هذا الموضوع وذكر اذا بدك سياسية اللي هي اهم من الشعب بهذا الموضوع. القضية هي قضية بعد موجودة من سنين وبعدها عم تتعالج بكتير افلام، سادلي بعد ما في جواب. كل شخص فينا كلبنانية بيعرف حدا مفقود او بيعرف حدا عنده حدا مفقود. So فكرة انه to identify with the character منا شيء بعيد، منا شيء غريب، منا شيء بده يشتغل عليه الممثل، لانه عم نعيشها بحياتنا، عم نعيشها موجودة شغلة. صار لها 20 سنة القصة، طيب انه خلاص عمي انه بيي مفقود وما قدرت اعمل له شيء. منتابع نشرتنا مع البانوراما الفنية وفيها لقطات حصرية لجاهدة وهبي وملحم زين من باريس خلال استعدادهم لحفل تكريم الكبير وديع الصافي، مطالبة بالإفراج عن قاتل سوزان تميم بسبب سوء وضعه الصحي بين التعاطف والتشكيك. مارسيل خليفة يؤيد هجرة زياد الرحباني إلى روسيا، وشوفي بن جورج إرداحي وشرطة الانتربول الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة. المقاتل الأزرق، القمر السكران،
تتواجد الفنانة جاهدة وهبي في العاصمة الفرنسية باريس استعداداً لحدث ثقافي ضخم يقام يوم الأحد المقبل، حيث سيتم تكريم الفنان الراحل وديع الصافي من خلال أغنيات بصوت جاهدة وهبي وملحم زين في قاعة لاسيغال. وقد عقد مؤتمر صحفي اليوم في البيت اللبناني في باريس للإضاءة على الحفل الضخم والفريد من نوعه في عاصمة أوروبية بحضور صحفيين عرب وأجانب. كما أجرى الفنانين البروفات وهما من الأصوات التي اشتهرت بتقديم أغنيات الفنان العملاق. جاهدة وهبي أكدت أن الغناء لوديع الصافي هو تكريم لها وليس العكس، كما مدح ملحم زين الراحل باعتباره مدرسة في الفن والأخلاق والتواضع. شي عين بدر طلعت فيها مثل الأسد خليت بالحساد صرخ البطل عالكون أحالت المحكمة المصرية دعوى طلب الإفراج عن رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى المتهم بقتل الفنانة سوزان تميم إلى الطب الشرعي بعدما أظهر محاميه تقارير طبية حول إصابته بمرض خطير داخل السجن. وأقام محامي هشام طلعت دعوى قضائية أمام المحكمة يطالب فيها بوقف القرار السلبي بالامتناع عن العفو الصحي عن موكله بسبب حالته الصحية وإصابته بداء يضرب القلب والكلى قد يؤدي إلى الفشل الوظيفي الكامل للجسم وبالتالي الوفاة. وطلب محامي هشام طلعت نقله من سجنه إلى المستشفى. البعض تعاطف مع حالة طلعت فيما البعض الآخر شكك بها معتبرا أنها حيلة لإخراجه من ورطته. تحدث الفنان مارسيل خليفة من مصر عن محاولة تكفيره التي جرت بعدما لحن ورتل قصيدة يوسف لمحمود درويش قائلا: تضمنت القصيدة جزءا من آية قرآنية وحصل أن كفروني، امتثلت حينها لقرار القضاء اللبناني وذهبت إلى قاعة المحكمة 7 مرات، مشيرا إلى الألم الذي يعتري المرء حين يوضع في قفص واحد مع تجار المخدرات والقتلى والسارقين. وعن ردة فعله حين سمع أن زياد الرحباني يعتزم السفر إلى روسيا بشكل نهائي قال مارسيل: الإنسان غير محمي في بلاده، وكثير من الشعوب العربية موجودة في الخارج، فالإنسان يبحث عن الأمن والسلام والأمان الاجتماعي، وإذا لم يجده في بلده يسافر. جرى تعيين الإعلامي جورج إرداحي من قبل شرطة الأنتربول الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة سفيراً لحملتها في الشرق الأوسط بحسب ما أعلنت الشرطة الدولية، ليكون الإرداحي أول شخص من منطقة الشرق الأوسط يعين في هذا المنصب. وجاء في بيان الأنتربول أن صوت جورج إرداحي يفيد في رفع الوعي حول مخاطر مختلف أشكال الجريمة المنظمة من تجارة المخدرات والإتجار بالبشر والتزوير وجرائم الإنترنت إلى الخطف والجرائم في حق الأطفال والفساد في مجال الرياضة، وهي جرائم غالباً ما تكون متصلة فيما بينها وفقاً للأنتربول. لهون منوصل لختام نشرتنا الفنية لليلة. تصبحوا على خير.